السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه إزاي تصنع زغاطة للحمام للزغاليل بإزازة زي كده ذات مية أهو، و سرنجة، أي سرنجة زي كده. عندنا 3 مقاسات للسرنجات، أنا جايب 3 مقاسات أهو، في الرفيعة سرنجة أنسولين هي بتبقى كلها 1 سنتي عشان الزغاليل الصغيرة الحجم الصغير، وفي 3 سنتي سرنجة 3 سنتي وسرنجة 5 سنتي. طيب يبقى ده الادوات اللي احنا هنستخدمها، ازازة مية فاضية او اي ازازة، و3 غطيان اللي زي الغطا ده، هي ممكن يشتغلوا كل 3 على نفس الازازة، 3 غطيان اهو معانا عشان يشتغل. نركب كل واحدة فيها مقاس، تمام، 3 غطيان، ومعانا سكينة مشنشرة زي كده او منشار، اي حاجة هتقطع بيه جزء من السرنجة، ومعانا مكوة لحام هي سخنة، المكوة عشان نفتح فيها في الغطا، او ان ما كانش تفتح باي طريقة حضرتك، لو ما عندكش مكوة افتح بالطريقة اللي تعجبك. زي ما هنعمل كده هنبدأ نشتغل الشغل العملي، تمام. هي المكوة سخنة، هنشوف نفتح اول، نبدأ بالحجم الصغير السرنجة الانسولين يعني اللي بيستخدم في السكر اهو، نفتحها، احنا مش عايزين السن ولا حاجة، مش عايزين غير السرنجة نفسها، مش عايزين السن ده في حاجة اهو. ادي السرنجة هنفتحها على قدها، نشوف ادي المكوة، ونجيب زي ما حضراتكم شايفين كده، نيجي في النص بالظبط كده، ونحاول نفتح لها فتحة على قدها، نقيس اهو، تمام كده. بالطريقة دي بقى عندنا الزغطة اهو، تمام، دي بالحجم الصغير. هنعمل ايه؟ هنشد الجزء ده، ملوش لازمة اهو، الجزء ده خلاص شدناه، بقت الجزء ده القطعة دي حكمة دي عشان ما تطلعش محكومة السرنجة، ما تطلعش بالطريقة دي، ونيجي السكينة او المنشار بتاعنا هنقطع الجزء ده، نقطع الجزء ده او ارجع لحضراتكم ازاي. بعد ما نقطع الجزء ده ارجع لكم. بعد ما قطعنا الجزء ده حضراتكم اهو، الجزء اللي هو بيركب فيه السن بتاع الحقنة الحقن، بنعمل ايه؟ عندنا الجزء ده، الجزء اللي هنا ده عايزين نثبتها بالمكوة سخنة اهو، بالمكوة وهي سخنة، نقوم نحاول نسيح الجزء ده في الجزء ده كده، نلحمها في الغطا، نلحم السرنجة على الغطا. لو ما عندكش كده ممكن تعملها بمسدس شمع او بأي شيء عندك، المهم للتثبيت فقط اهو، لو حسيت ان هي بتمشي يعني، تمام كده. ثبتناها تمام، نستنى عليها لما تبرد كده. بقى أداة زغطة، طبعا احنا هنعمل البوز ده كده بحتة صنفرة ولا حاجة، الصغير ده من هنا نحاول نصنفر الجزء ده. ده للزغاليل الصغيرة السرنجة دي. طيب نعمل الأكبر منها، 3 سنتي السرنجة، 3 سنتي، نفتح السرنجة برضو، هناخد منها السرنجة نفسها وهنرمي، هنشيل الجزء ده خلاص اللي في الكاوتش ده اللي بندفع بيه،
احنا مش عايزين غير السرنجة الفاضية كده بس. تمام، نجيب غطا تاني، الغطا التاني اهو. تمام، نفتح برضو على قدها بقدر الامكان، حاول انها ما توسعش الفتحة علشان تدخل ما تتحركش. لسه شوية كمان، اهو واحدة واحدة لحد ما ايه المقاس يجي يبقى مظبوط. حاول ندخلها بالعافية كده احسن، كل ما كانت هنا. لو لاحظت حضرتك الغطا عمل ازاي، ما ينفعش كده، هناخد شوية من الايه نصغر الجزء ده اهو علشان نوري لحضرتك تاني. الجزء ده حاش فين، طلع كبير، هنقص من الاجناب دي الطويلة دي الجزء ده او الجزء ده، نقص شوية دول بالمكوة او باي شيء زي ما اتفقنا. انت براحتك هتتصرف في الموضوع، انت المتحكم، تصرف يعني. تمام كده، انا بعمل اهو، حاول اصغر، انا ما برضاش اقص الجزء ده، بقوله ان هو عشان يصدها ما تخرجش، حاول نشدها، خد بالك عشان ما تحرقش نفسك. تمام اهو، تمام دخلت في مكانها. تمام، 10/10، وهي سايحة كمان، ما دخلناها وهي سايحة فمسكت على الغطا. تمام، يبقى بقى عندنا زغطتين، فاضل بس نقص الجزء ده بالمنشار او بسكينة، مش هنشار زي ما قريت لحضراتكم، السكينة دي اقصها برضو. قصيت الجزء القدام اللي بتاع السن، بقى عندنا كده زغطتين، المقاس ده شوف حضرتك مناسب جدا، وغالبا هو ده اللي هنستخدمه لكل الانواع، لكن لو حضرتك عايز اكبر هيبقى في الاكبر اللي هي ال5 سم دي. احنا هنكتفي بكده علشان الوقت، هي بنفس الطريقة حضرتك هتعمل دي بنفس الطريقة برضو، ولو انت محتاجها انا بقول ان كفاية الاتنين دول، كفاية قوي تجيب الكبيرة وتجيب الصغيرة، لكن هي التالتة معانا برضو هبقى اعملها في وقت تاني. نطلع عند الحمام ون ايه نكمل نوريكم استخدامها ازاي. ده للناس اللي اعترضت على الزغطة اللي باستخدام السرنجة الكبيرة دي اللي انا كنت بستخدمها في علف الفراخ، قالوا ان علف الفراخ بيسمن الحمام، فانا قلت ان اعمل لكم سرنجة بالحبوب الطبيعية، بلاش موضوع التسمين ده. فاحنا عملنا الازازة دي اهو، بقى عندنا زغاطة زي اللي حضراتكم عايزينها اللي الناس طلبوها اهو، دي النوع الصغير ودي الزغاطة الكبيرة. فبقى عندنا الاتنين دول، نعمل برضو هنعمل التالتة ان شاء الله، وابقى اوريها لكم واحنا بنزغط الزغاليل عند الحمام لما نطلع. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.